اللهم لك الحمد وليداتي وراسي دارها لحقات والله يجعل سيدي ربي مني لحقات على خيرها بعدا. هذيك هي الدنيا وما فيها وراني تالفه وليداتي والله العظيم سمحوا لي راني تالفه والحمد لله يا ربي اللي نطل وليداتي هذا هو الخير الكبير وليداتي يلا وزيدوا مني تزيدوا دابا السلام على رشيد اختي والله العظيم حيت راه بحال نفيسه مسكينه ايوا راه نفيسه يا بنتي اكثر من نفيسه والله الا عاد الموقف قالت لنا امي كثر 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 من نفيسه سلام على رسول الله الى جا سيدنا محمد اللهم صل علي السلام عليكم يا رشيده شويه غير شويه غير نعاونك عطيتي شي يوم هاد الاعمال الشاقه هي اللي خصها تجي لهاد المهمه اسيدي على السلامه سيدي اش غادي نقول لكم الله يجعلها مغفره الذنوب نطلب الله تعالى وتبارك يعوضنا خير لا ما رشيد تدي لنا سيدنا بخير السلام اختي اللي وقفتي على الجلاد بسم الله بسم الله شرفوا شرفوا انا هو مرات في بال الله السلام شرفوا الله يطيب عليك تسع ايام الحبيبه تبع ماما كاين والحمد لله ملي رجعت لينا رشيده من جديد ايوا صافا ماما ايوا صافيه الحمد لله على كل حال يا الله زيدوا معنا حسن اخويا السلام عليكم رشيد على سيد يلا ان شاء الله نعرف ان شاء الله ما تركش الله يعينك صافي الحمد لله المتابعين ديالنا الكرام اختي رشيدة عادت لينا للدار وعادت الفرحة للدار دم حليمة صراحة والله إلا كنا مخلوعين عليها وكنشكروا المتتبعين اللي دعوا معنا والمتتبعين اللي وقفوا معنا الله يكثر خيركم اخوتي والله يجازيكم بالخير زاد اختي رشيدة مرحبا بك بشوية اختي حفصة بشوية الحمد لله يا ربي الحمد لله اللي دازت الامور على خير وبخير وداك هو الاهم اللي رشيده رجعت لوليداتها ورجعت لينا بشوي عليك اختي رشيده دابا حصل دابا نديو رشيدة ديريك للبيت ولا الصالة ولا فين؟ البيت هو البيت باقينا تكا حسن تجلس وعاد ارتاح تما اختي حفصة هذاك الشيء اللي بشوي عليك اختي رشيدة راه البنات قالت صعيب البنات قالت لها بلاصتها وفين ترتاح ما كنتيش هي اللي حاسة بهذا عندك القبل
انا كنت نموت بالضحك. قالوا لي مصاحي بالضحك. دابا الانسان ملي تيكون دير داك الفتيح تيمشي يقدرش يضحك. سبحان الله. حاجه اللي غتهزك. عيب شي عليك اختي، عيب شي عليك. صافران ضحكوا. وكي كتعمل لها كلشي ان شاء الله. الحمد لله راه تضفوا ان شاء الله. الله يلا احسن حاجه منك تدخل لدارك. المهم خليها هكا. احبابك اختي رشيده. الحمد لله يا ربي بحكم اختي رشيده جات لدارها وبخير وعلى خير وهي كتمشي على رجلاتها الحمد لله. هذا هو الاهم. كاين تحسن كاين تحسن. لا بزاف. هو النهار اللي كبيره ولا اللي رجعت رشيده لاباس عليها ورجعت لدارها هذيك هي الدنيا. ايوا صافي الوالده دابا بلا ما تبكي على الوالده ما عندنا ما نديرو في الدموع عافاك. داكشي اللي كاين اختي رشيده والله القسم. دابا رشيده ما غنطلقوكم هنا حتى تولي تضحكي وتولي تنقزي عاد مسموح نحلو لك الباب وتمشي ديك الساعه عند الدار ديالك. اما دابا والو هذا وعد بقات لداري. هذا وعد قدام المتتبعين. رشيده حسن حسن اخويا قلنا لرشيده عندنا لك بيت اخويا. ربي يدير الاسباب. حاجه طرطر ترجع معايا. هذا هو بيت. جاتك الفرصه حتى لديني. باش تعرفوا المتتبعين هذا هو بيت رشيده وحسن. واقيلا رجع لينا اخويا. دابا واقيلا كيبان ليا صافي. قال لي والله الا احسن حاجه هي رجع لي بيتي. مرحبا. والحمد لله على سلامتك. اشنا حسن تبادلوا ولا؟ تبادلوا اخويا. يا الصباغه باقا هي هي. ما غير والو. ادي امين يا ربي امين. كنشكرك اختي انتصار على الزياره ديالك. الله يجزيك بخير. رابحه اختي الصغيره. الله يكبر بك. واش عندك واش عندك شويه الشيء كاين ضربه الطريق وخلات بنتها يلاه جات. الله يجزيك بالخير اختي انتصار. الله يكبر بك. والله الا كامل الحمد لله يا رب الحفظ. راه بحال وليداتي والله الا نطلبكم غير الصحه والعافيه ديالكم وجميع المسلمين. لا لا ويلي. الله يحفظك اودي انتصار. ودابا المتتبعين يلاه الكرام رشيده هي دي هنايا. صراحة أنا الوالدة ما كايناش بحال لما ديال الحباب والعائلة تكون في جنبك. ساعة تلقاوني الفوق راه ما نقدرش نجلس بوحدي. والله الا بولاتي جوج بولات تبارك الله الله يخليهم لي يا ربي. امين. النهار الاول كان خرج الصبح كان صباح الهبوط. كيجي واحد كيجي القنط. هذيك حوايج نجي نتكانى حداك. مرحبا بك اختي رشيده. وهذا واحد قدام المتتبعين والله القسم ما غادي تمشي رشيده حتى تولي تضحك وتصحى خويا حسن. انت غتسمح لينا الا بغيتي تمشي ماشي مشكل. انا رشيده ما غنطلقوهاش. فين غادي نطلق انا رشيده؟ تبرا ان شاء الله. والله الا غير قبيله درنا واحد الفيديو جبدنا حسن قسما بالله الا عشان والله خويا الا خدتو والله الا خدينا واحد الدرس منك. انا بعدا شخصيا والله الا خديت الدرس منك. الرجل المثالي. اقسم بالله اختي رشيده الا حنا اللي كنا معاه الا شي حوايج مستحيل يطيحوا لك في راسك. اقسم بالله. والله القسم. تخيلوا معايا مشينا دينا رشيده بلا فطور ما فاطرين ما والو قسما بالله ما كليناش وقتنا الجوع. ولقطه انت تهبطوا كل البلوك صافي البنات كلشي جانا الجوع ما كذبش عليك. فاش هبطوك البلوك مشينا جبنا واحد جبنا رايبيات وجبنا المسكوتات وحنا كاملين شدينا رايبيه ومسكوتات جبنا الحسن قلنا له هاك تاكل ياك. لا 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 وغادي في الكولوار جاي غادي جاي غادي جاي. لا 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 برا. وتنشكر جميع المغاربه والله العظيم. ياسين من طنجه القويره خريب كاش قالت هذاك جميع دول العيون. العيون راك ياسين الحسن تسمع الناس ديال طنجه الناس ديال ريافة تبارك الله شي من هولندا شي من بلجيكا كلهم تيدعوا مع رشيده وكلهم تيصونوا عليا باغيين يطمئنوا على الحاله ديالهم ديالها. والله الا شحال من وحده قالت لك انا مزوقه خويا حسن ما ذكرني وتلفوا لي جميع السميات. نتمنى دابا ان شاء الله النمره عندكم اخوتي من غتفعلوا رشيده غتصح
وغادي تهضر معكم رشيدة واحد بواحد ان شاء الله. وشكرا لكم على الدعوه ديالكم والله العظيم. راه حتى نتوما راه حنا بلا يعني راه بلا ليكم راه ما كاين والو. وشكرا واحد القطاو بقى حسن تيقول لي شوف عفاك حدينا كيكون تحليل بسطام عليك شوف شوف عفاك تدعوا لي الفلوس عليك عرفتي والله يعطيكم الدعوه. والله الا تنقول سلام بالضحك والله يتعدى عليكم الحجر خايبه وبالدعوه ديالكم باش نط رشيده والله يعطيكم دعوه بالخير ان شاء الله تبعكم انتم وليداتكم ان شاء الله. ما تنساش الفضل الفضل الكبير ترجع للوالدين السياسيين لا الوالده ولا الوالد مشكلتا هما تيتقطعوا تيتمزقوا من الداخل نظرا لاي وحده في البنات اما حفصه اما تيتيش اما رشيده ما عندهمش الفراق. سبحان الله العظيم حنا هكا دايرين يعني تنتحنوا. كذلك ما نساوش العائله كبيره وصغيره من مربوحه من خوتنا اللي درنا تبارك الله في جميع انحاء المغرب كلهم ساكن ضامنين معانا وكلهم تيتالموا لينا وكلهم تيبغيو شي حاجه تقيسنا. واش غادي نقول لك ما عليا الا نقول لهم شكرا واخا راه شكرا راه قليله في حقهم شي حاجه كبيره ولكن لا اله الا محمد رسول الله والحمد لله على النعمه على هذه النعمه اللي عطانا الله مجموعين هكا. وهذا هو الاسلام حن فيا ونحن فيك هذا ما كان ولا الانعام الصحراء كلشي كلشي راهم عداد وغاليين راه غير سمعناها صافي ما بقيناش في روسنا. ابتسام كذلك اللي جايه من الله يخليك لوليداتك والله يخلي لك عمرك اياه. الى راكم خوتنا اول حاجه كنشكر المتتبعين ديالنا اللي الصراحه التليفون ما سكتش ليل ونهار كيسولوا على الحاله ديال اختي رشيده. الحمد لله اختي رشيده راها في وسط خوتها وفي وسط والديها هذو راه الوالدين الثانيين ديالها الحمد لله على كل حال. وهذا الشيء قدر الله اللهم لك الحمد. وهذه هي الفرحه الكبيره الصراحه هي ديال اليوم اللي اختي رشيده الحمد لله رجعت منوره ورجعت لدارها هذا هو النهار الكبير والحمد لله. اللهم انتصار والله الا الحمد لله يا رب الحبيب اللي شفناها والله الا في الصباح 10 الصباح كنت معاهم هي المتتبعين الداخله والله الا ملي دخلت مسكينه زعما راه واحد الحاجه صغيره ولكن خصنا نعطيوها الطاقه الايجابيه باش هيدا ان شاء الله توقف لوليداتها وهاد العائله الغزاله صراحه اللي يتمنى اي واحد يكون في وسط منهم ربي يخليهم دائما مجموعين لهري خاطيهم على بعضياتهم. وما نساوش يا ياسين عرفتي الشباب الصلاه على النبي كيفاش واحد هو يقول لك الحسن كيفاش واحد الصباح عملوله اختي اصبر اختي اصبر المكنسيه ونادى افرح النادى عرفتي واحد الطبيله وفرحاني بها وفرحاني بالناس اللي جاوا يعني جاوا الام اميره الفاسيه عزيزه مليكه فاطمه وهذيك ابتسام ام عمر وملكه السعديه شانيت هي مسكينه البارح والله الا انا عندي حضرت عليهم زعما اليوم ما كانت واحد لما غزاله شكرا لحقكم ان شاء الله مزيان خاطي اي واحد جا ساقصه فيها. حاجه اخرى اللي ما شافوش المتتبعين الويده كنوصل هذا الطونسيو 22 واحد الفيديو والله الا لا ما ولدي مسكينه يعني داك الشيء ديال الويده ما تصيدش تخيلهم راه الا كنت غنسبق رشيده الا كنت غادي نموت وغنسبق مني عبروا لي الطانسيو تخلعوا قالت لك المهمه ما تبقايش في هذه الحاله ما يسرق لي عوقك والله بابا طلعت لي على عيني هذوك الويده الا جاو عندك الناس يقبلوا على داك الشيء اللي كاين دابا الويده الا جاو على الناس كتزير جات رشيده فاش شافت رشيده هي انا ولادها وملاك وانس ملاك مسكينة تمام رشيده مسكينه تاع رشيده الحمد لله دابا انا مطلوقه دابا والله العظيم اييه مرحبا بسم الله كلشي تجمع حدا رشيده وليدك على سيدي على بركه الله نهار كبير هذا مرحبا بكم اختي ابتسام اختي انتصار والله العظيم انتصار شكرا لكم بزاف فاطمه الزهراء الاخت الوحيده سارة حسن زيد حفصة اجينا هنا حدا الحسن حفصة غتجي حداك الحسن تما حداك انت ورشيدة زيد حسن حداهم على كل شيء شوف هنا اللهم شفاؤك لا شفاء غير شفاؤك يا رب. سيد اخي حسن زيد زيد اخو ادعي ادعي الله يشفي جميع المسلمين امين. اللي محرومه مسكينه الله يجعل سيدي ربي يعطيها التريكه امين ويعطيها الدريه امين الصالحه امين كل رشيده الله يشفيها امين والله يخليني ديما ليها امين. زيد زيد شويه زيد
تنقوي عليك حسن الله يخليها ديما ليا الله يخلي ديما ان شاء الله ديما دائما تبقى مجموعه لنا الدراري لاخوتي لا العريسات. نتمنى من الله تعالى وتبارك ما عمر الغيار يكون بيناتنا وحنا دائما غادي نكونوا واحد يمد لواحد يد المساعده في السراء والضراء. وتنشكروا جميع القنوات لا ما نذكر الاسم باش ما ننساش شي واحد جميع القنوات اللي تحبوا علينا واللي مساكنين هنا تيبغيونا وتيحبونا وما تيبغوش شي حاجه اللي تقيسنا ودائما عندهم الغير علينا ودائما تيبغوا القناة حسن محبوبه. واش فراسك بلا رشيده مازال كتسنى الدعاء؟ انا وياك منو رشيده مازال دايره هكا هذه تاعك. انا نخلي رشيده تعطينا شي كلمات شكر حتى هي الناس اللي دعاو معاها والناس اللي كانوا في جنبها. كان صغير انا كنبقى داعيه غير في خاطر يعني هذاك هو الحاجه الوحيده اللي كنلهي بها راسي وكنلهي بها الوجه ديالي. وصراحه شكرا كاع الناس اللي سولوا فيا بدون استثناء بلا ما نذكر الاسماء كلهم لا اللي معايا دابا ولا اللي جا مشى ولا المتتبعين اللي دعوا معايا وذكروني ويعني وكيتسناو فوقاش يتحط الفيديو فوقاش يتحط الفيديو باش يطمئنوا عليا. لهلا خطيكم يا اغلى متتبعين يا اغلى احباب وهذا الشيء اللي غادي نقدر نقول دابا. وان شاء الله دابا نديروا واحد الفيديو انا وحسن غنوضحوا بزاف الحوايج للناس وغنعطيو نصائح للناس ما يغفلوش كما قلت انايا. وشكرا لكم يا اعز الناس والله كسبنا من هذا اليوتيوب عائله اكبر من عائلتنا الحقيقيه. كسبنا يعني واحد الجمهور اللي هو ما يتعودش ابدا غيبقى معنا ديما ان شاء الله ولو مشاهد اليوتيوب هذا غيبقى في الذاكره ديالنا وفي الذكريات ديالنا كلنا يعني كعائله. والله لا يخطي عليا عائلتي فردا فردا يعني واحد بواحد من با محمد حتى الصغير فيهم كاع حتى ريان راه حشنا قالت ماما يا شيدا انت كنسمع هذيك ماما يا شيدا كيزاد فيا انا النص. الله يحفظك اختي رشيده باش نتسناهم ولا راه الشقايه بصح بالفعل اخويا اش قالت ضروري ان شاء الله. لا لا واش في الزنزانه والله ما سالت الحمد لله يعني تمي كتكون في صف الدار كتكون واحد الحلاوه وكيكون واحد الشمع الباب والله انا غنجي حوايجي وغنجينا غنجي هذا التمار اخوكم دار التمار والله بالفعل الله يحسن حنا في القاعده ديالنا حنا في القاعده ديالنا الشلوح يعني اللي داروا معايا انا نفيسه كتجلس في البلاصه ديالها 7 ايام وهي كتاكل مزيان باش كترد ديك الصحه مزيان باش كترد ديك الصحه. وفعلا والله الا كترد الصحه ديالها عرفتي انا مر الولاده ديالي وليت تبارك الله ما نعاودش ليكم دابا انتم الولاده ديال تيتيش. انا كان عندي فقر الدم والله الا بريت قسما بالله 24 ساعه كنا كل الحلبة كلينا الحلبه وكلينا الخيرات ديالنا يا ربي كاع البنات داروا دابا هانتي الويده شهيوات ناظوريه شهيوات طنجريه شهيوات سلحاويه بالخير كاين بالخير كاين كاين اللهم ليك ان شاء الله ان شاء الله وغادي ان شاء الله اختي رشيده غتشافى ان شاء الله يا ربي وبكل المجهودات ديالنا كامل ان شاء الله غنحاولوا نفرحوا ونبارطاجيو معكم كل حاجه درناها ان شاء الله يا ربي وخليكم معنا. السلام عليكم. باي باي عليكم.